أحسن الله إليكم من أسئلة يقول فضيلة الشيخ: هل نجهر بالتكبير في الصلاة السرية وأنا أصلي وحدي؟ وهل أقرأ في التشهد الأخير أقول: اللهم صلي وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على عبدك ورسولك إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد؟ أما الجهر بالقراءة في الصلاة هذا في الليل، في صلاة الليل، وأما في صلاة النهار فإنه يسر بالقراءة، إلا ما ورد الدليل أنه يجهر به للإمام في الجمعة، في صلاة العيد، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، هذه ورد الجهر بها النهار، وما عداها فإنه يسر بها بالقراءة ويكره له الجهر. وأما الليل فهو بالعكس، يسن الجهر بالقراءة ويكره له أن يسر إلا لسبب، إذا كان يتأذى بجهره أحد أو امرأة يسمع صوتها الرجال الأجانب يفتتنون بها فإنها تسر. وأما صيغة التشهد الأخير فكما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزاد عليه ألفاظ لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.